أهلا بكم مشاهدينا في هذا المساء. نناقش الليلة في هذه الحلقة قضية إعادة فتح المطارات الليبية أمام شركات الطيران الأجنبية بعد خطوات كل من تركيا والمغرب لإعادة جدول الطيران شركات الطيران نحو بعض المطارات الليبية، ومدى أهلية مطارات ليبيا خاصة من الجانب الأمني لعودة الشركات الأجنبية. في الجزء الثاني من الحلقة نعود على تصريح النائب العام الصديق الصور الذي تحدث عن صدور عديد القوانين دون دراسة أو بحث وتأثير تصريحه على هذه القوانين. أهلا بكم. نتابع تقرير فيما يخص عودة الشركات الأجنبية للطيران الليبي، ثم نعود لنفتح باب النقاش. قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة إن هناك محادثات مع شركتي الخطوط التركية والقطرية لعودة انطلاق رحلتهما من ليبيا. وبالفعل اتفق وزير المواصلات بحكومة الوحدة محمد سالم الشهوبي مع السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز على تسريع الإجراءات اللازمة من البلدين. وأشار دبيبة للاتفاق الموقع في نهاية شهر سبتمبر الماضي بين مصلحة الطيران المدني والهيئة العامة للطيران المدني في قطر، الهدف إلى وضع إطار عمل بين الطرفين في تطوير وتشغيل قنوات التعاون المشترك بينهما. وفي ذات السياق صرحت وزارة المواصلات عبر صفحتها على فيسبوك بأن الشهوبي والسفير التركي اتفق على إعداد مذكرة تفاهم بين مصلحة الطيران المدني وهيئة الطيران التركية والإسراع في تنفيذ بنودها في أقرب الآجال، تهيئة لعودة شركة الخطوط التركية لتسيير رحلتها إلى المطارات الليبية. واعتبر دبيبة أن هذه المستجدات هي نتاج لنجاح جهود الحكومة في ترميم بعض مما هدمته سنوات الحرب، كما بدأت مؤسستها بتنفيذ مشروع متكامل لتطوير البنية التحتية للطيران خاصة. فهل الوضع الأمني عموما في ليبيا يساعد على تشجيع هذه المبادرات؟ وكيف ستتمكن إدارة المنافذ الليبية بكل ما لديها من مشاكل في أن تنجح بتنفيذ هذه الخطوة؟ وهل ليبيا جاهزة أمنيا للانفتاح على الرحلات الجوية الخارجية بما تمثله من تزايد احتمالات الإرهاب والقضية الأمنية وغيرها؟ تساؤلات ربما لن تجد إجابات من أي طرف سياسي أو أمني في البلاد، فسياسة الأمر الواقع هو ما تعيشه ليبيا في السنوات الأخيرة، وكأنها حقل تجارب لتنفيذ أجندات جميع الأطراف بغض النظر على نتائج هذه القرارات. فالأهم هو النتائج السياسية والاحتفاظ بالحلفاء واستقطاب المزيد. إذن لمناقشة هذا الملف ينضم إلينا كل من الدكتور مجدي الشبعاني الأستاذ القانون العام، الدكتور خليفة حواس عميد كلية القانون جامعة سرت، والدكتور عبد الباسط المصراتي الأكاديمي والمحلل السياسي. مساء الخير وأهلا بكم ضيوفي. أبدأ معك دكتور خليفة حواس. إذن بحديثنا عن ملف عودة الشركات الأجنبية للطيران، رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد دبيبة ووزير المواصلات محمد الشهوبي بدأ في التحضيرات لعودة الشركات الأجنبية للطيران إلى المطارات الليبية، منها تركيا والمغرب قطر ومن قبلهم إيطاليا كما تعلم. وفي ظل الانقسام السياسي الحاصل في البلاد، كيف تقرأ دلالة هذه القرارات من الجانب الليبي؟ هل هي ردود فعل سياسية لكسب التحالفات ومزيد من المحاور، أم هو قرار في إطار الصلاحيات الاقتصادية برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اعتقد ان هذه خطوه جميله وقد تمت، ولكن اعتقد ان يعني الموضوع سابق لاوانه، وليبيا تعاني حاله جرذي ومطاراتها ليس موكله دوليا، والحظر الجوي القائم، وليبيا تعاني من كثير من المشاكل خاصه فيما يتعلق بالسلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه والامور اللي واضحه بالنسبه لكل مشاهد. اعتقد ان هذه يعني خطوه يعني سوقتها حكومه الوحده الوطنيه لبعث الامل في الناس ان ليبيا تعود الى حظيره دوليه وتعود الى ممارسه يعني ملاحه جويه، ولكن يعني هناك مجموعه من الاجراءات الدوليه لا زالت قائمه، والذي يلحظ يعني المطارات عندما نسافر منها وننتقل الى مطار تونس او تركيا نلاحظ يعني البول الشاسع بين المطارات. واعتقد ان يعني الملاحه الجويه الليبيه لم تعد مؤهله، ولكن نتمنى ان تكون هناك خطوات ايجابيه، ولكن اعتقد ان هذه اكثر منها يعني كلام سياسي
وحاول التأكيد على أن حقوقة الوحدة الوطنية تقوم بما يجب أن تقوم به في هذه المرحلة، ولكن أعتقد أن الأمر سبق بأوانه، وأعتقد أن نحن ننتظر نتمنى أن يكون هناك تحول حقيقي على هذا المستوى، ولكن أعتقد أن الأمر الذي في حاجة إلى استمرار طويلة. طيب أذهب معك دكتور مجدي الشبعاني. دكتور مجدي، يقول ضيفي دكتور خليفة حواس أن اليوم المطارات الليبية غير مؤهلة والحظر الجوي ما زال متواصل على ليبيا في ظل هذه الوضعية وفي ظل اتخاذ حكومة الوحدة الوطنية وعلى رأس عبد الحميد الدبيبة ووزير المواصلات الشهوبي هذا القرار، برأيك ما هي دلالاته في هذا التوقيت بالذات؟ كما كنت أتساءل الدكتور خليفة حواس، هل هي ممكن لمزيد كسب شرعية بالنسبة لحكومة الوحدة الوطنية على المستوى السياسي، خاصة على المستوى من الناحية السياسية؟ دكتور مساء الخير، أحييك وأحيي ضيفيك الكريمين وأحيي متتبعي هذه القناة المتميزة. الموضوع حقيقة هو موضوع يجب أن نتحدث فيه منذ بدايته. الأسطول الليبي للطيران المدني حقيقة أسطول متميز جدا، سواء الشركة الأفريقية أو شركة الخطوط الليبية ما قبل 2011، يعني كانت يعني من الخطوط المتميزة المستقرة في رحلاتها، بالأخص في وسط أفريقيا وجميع القارة الأفريقية وحتى أوروبا. القرار الذي اتخذ على الدولة الليبية كان قرارا سياسيا ولم يكن قرارا يعني فنيا أو قرارا أمنيا، يعني منذ البداية اتخذه الاتحاد الأوروبي، ثم سيطرة الدول الموجودة في محطة أو في هيئة الإيكاو الدولية للطيران بالتقييد على تلك الظروف، ثم تتالت أصبحت الصراعات حول المطارات، ولم تستطع أي حكومة، رغم أن الحكومات المتتابعة الكيب بعد زيدان نيم ثم انقسمت السلطة السياسية في ليبيا، وهذا أثر كذلك على حلحلة هذه الملفات. أعتقد أن الإشكاليات الأمنية أو غيرها أو الإشكاليات الفنية قد تستطيع السلطات القائمة، مصلحة الطيران أو مصلحة المطارات، ان هي تعالج هذه الاشكاليات، كذلك حتى التامين بالامكان، يعني تحديد الجهات التي تؤمن المطارات، تحدث بعض الخروقات احيانا، ولكن اعتقد ان القرار هو قرار سياسي، سواء كان من الاتحاد الاوروبي او كان من الدول التي ترغب اما بان تسير طيرانها الى ليبيا او ان يطير طيران الليبي اليها. كما تعلمين كان الاسطول الليبي شبه مجمدا، حتى الطيران الى تركيا ومصر وغيرها، تقريبا الشقيقه تونس فقط لم تفرض او تمنع دوله ليبيا من ان تحط طائراتها عليها، وهذا ما اضطر حتى بعض الشركات الليبيه زي الافريقيه والليبيه ان هي تستاجر طائرات ايرباص ذوات النقل للمسافات البعيده 330 او اكبر من ذلك. كانت ليبيا يعني كيف قامت بشرائهم في تلك الفتره باستئجارهم، واعتقد ان هذا راه كل دوله خسائر كبيره جدا. طيب شوف تقييمي للجهود السياسيه اللي يقوم بها رئيس الحكومه سواء في الشرق او في الغرب، يعني هناك محاولات، هذه خطوه سياسيه مهمه جدا، واعتقد ان الدول اللي تريد تسير طيرانها لدوله ليبيا هي دول نقول احنا متوائمه سياسيا مع النظام الحاكم الحالي، او هي مطمئنه حتى للفئات او الاطراف الامنيه اللي تامن في المطارات. يعني مثلا نقول احنا مثلا الخطوط المصريه، المده الماضيه طلع استبيان الخطوط المصريه يقول بان مطار معتيقه من افضل 10 مطارات تسير اليها الخطوط المصريه رحلاتها من حيث السلامه ومن حيث المعامله والنظام وغيرها، وكان هذا الامر مستغربا قبل مثلا 4 سنوات مضت، يعني كانت ممنوع ان الطائرات الليبيه وحتى الطائرات المصريه تحط، ولا بد ان يؤخذ اذن مثلا من شرق البلاد، وكان للسياسه يعني دور، وبالتالي اعتقد ان الامر هذا متعلق بالمواءمات السياسيه بشكل طيب. كبير، كل ما كانت الحكومه ناجحه سياسيا كل ما كان يقبل بها ويقبل بطائراتها وتكون يعني قدر الامكان تحقق نجاحات، وكذلك مدى نقول احنا تعايش او قبول بعض الدول
للأطياف الليبية أو الأطراف الليبية بهذه النقطة اللي بتفكر دكتور مش. بهذه النقطة أذهب مع الدكتور عبد الباسط المصري. دكتور عبد الباسط، كما كان يقول ضيفي، الدول المعنية بعودة المعاملات مع المطارات الليبية هي دول لا تخفي دعمها لشق معين، ونتحدث عن تلك التي لا تخفي اصطفافها للدبيبة وحكومته باستثناء المغرب الذي يلعب دور الوسيط. فبرأيك هل ستكون لهذه القرارات تداعيات على لدى كبرى الفرقاء وربما تخلق تأزمات جديدة، ممكن خاصة أن معسكر الشرق فتح المجال لمحاولة استقطاب حلفاء دبيبة خاصة قطر وتركيا؟ هو أعتقد أنا أختلف مع ضيفيك بعد الترحيب بك أستاذة زينة، والترحيب بهما والترحيب بكل مشاهدين ومشاهدات قناة الوسط الفضائية. نحن نعرف ليبيا أن هي ترزح تحت العقوبات التي أنتجت هذه المخاطرات وما يدور الآن في فلك رجوع ليبيا إلى حاضنة دولية. وأعتقد أن من ضمن الحظر الجوي بما يسمى النو فلاي زون، يعني نعرفوه من 2011 عندما اتخذ قرار مجلس الأمن بهذا، ولكن كل الحكومات التي تعاقبت لم تنجح في إقناع المجتمع الدولي إلى رجوع ليبيا إلى ما كانت عليه سابقا. وهو التأثير في المواقف والمعتقدات والثبات والدوافع والسلوكيات التي يمارسها المجتمع الدولي وكذلك الإقليمي، حتى وصلت هذه الحكومة المتماهية في كل متطلبات المجتمع الدولي والإقليمي من أجل إنجاح هذا المرفق الحيوي لإطلالة ليبيا على المجتمع الخارجي سواء الدولي أو الإقليمي. وما رأته البعثات الدولية من مبعوثيها وكذلك هيئات وسفارات وسفراء وقناصلة إلى ما يجري على أرض الواقع دون استثناء، المطارات الليبية لم يتم افتتاحها وإعادة إنتاجها ودخولها إلى الخدمة إلا بعد كشف عليها من قبل اللجان الفنية المختصة التي تختص بهيئة الطيران المدني التابعة لوزارة المواصلات، وكذلك فيما يخص الطيران المدني في الاتحاد الأوروبي وكذلك الجامعة العربية. نعرف أن هناك إدارة فنية تخص بالمطارات، فنجحت الحكومة في رجوع هذه المطارات وأصبحت ليبيا الآن في النقطة لمحور الارتكاز من الإطلالة على شمال أفريقيا والشرق الأوسط وكذلك الاتحاد الأوروبي، وهذه ثمار تجنيح الآن ليبيا من خلال حتى نهوضها واستيقاظها من النوم العميق التي تسبب في معاناة الشعب الليبي من خلال تنقلاتهم عبر المطارات سواء كانت البرية أو البحرية أو الجوية، لأن هذه المنافذ تعتبر وفق المنظومة العامة لسياسة الدولة. فنعم هناك دلالات وهناك مردود على ما قامت به حكومة الوحدة الوطنية ونجحت بذلك لإقناع المجتمع الدولي والإقليمي، وأصبح الآن المواضيع تفتح وتطفو على السطح ونجني الثمار ذلك عبر اقتصادنا في شركاتنا وكذلك النهوض بها ومواكبتها للمتغيرات الدولية والتقنية والفنية. نعم أستاذ زين. طيب أعود معك دكتور خليفة حواس بنقطة الوضع الأمني غير المستقر في ليبيا والاشتباكات خاصة بين المجموعات المسلحة المتواترة وغياب السلطة الواحدة بل حتى وتعدد السلطات. مؤخرا كما تابعت المجزرة التي حدثت في بوسليم بين أفراد جهاز دعم الاستقرار الذي راح ضحيته أكثر من 10 أشخاص، وهذا عدد ليس بقليل، وهذه الحادثة سببت إحراج كبير لدبيبة كما تعلم. قرار عودة الشركات الأجنبية للطيران للتعامل مع المطارات الليبية كان في ذكرى فبراير صباحا عندما أعلن عنه دبيبة. المجزرة أو كما وصفوها بالمجزرة كما تعلم أيضا أنها حدثت في نفس اليوم مساء. فبرأيك هل ستحبط هذه الحادثة أي قرار بالتعامل مع المؤسسات الأجنبية في مختلف المجالات وليس الطيران فقط؟ وطبعا اذا كان فيه المعنيين بهذا الامر
هم الذين يقيمون المطارات ويقيمون الوضع الامني في ليبيا. اعتقد من خلال سفري في خلال مطار ميتيكا وبنينا اعتقد انه هو البيئه امنه وليس هناك اي شيء يدل على يبعث على الريبه او الشك او كذا. اعتقد ان كل الامور الملاحيه تمشي بشكل سلس، والقائمين على المطارات حقيقه يقومون باعمالهم بجديه عاليه تساوي ذات المطارات اللي احنا نقلع لها زي تونس ولا تركيا ولا حتى في العراق كنت فيها انا. كل المطارات تمارس اعمالها تماما كما يمارس الليبيون. صحيح ان ليبيا بلد شرطي وهناك يعني افعال تكاد تنسب لافراد كما ذكرت في المجزره، ولكن هذا امر يعني ثاني. لكن اعتقد المطارات الان مؤمنه بشكل حسن وقادره على اداء واجباتها، واعتقد حتى الدراسات تشير الى ان كما اشار زميلي ان مطار معتيقة هو افضل المطارات التي تمر عليها الطائرات، وبالتالي فاعتقد ان هذا تخوف بخير محله. البيئه الامنيه رغم كل التشظي ورغم كل الانقسام، رغم ان هناك حكومتين وهناك برلمانيين وهناك وضع شاذ فعلا بليبيا الشديد، ليبيا حقيقه مطاراتها امنه، ملاحتها يعني تسير على نحو ما هو مرسوم عليه دوليا، ولكن اعتقد ان هناك قرار سياسي بهذا الامر لا يعني الذي يعني يزيله مبادره من حكومه الوحده الوطنيه او الحكومه الليبيه او كل هذه الاجسام السياسيه اللي احنا نتعايش احنا وياها. لا، الامر الدولي، الامر من 2011 حتى التصريح التابع، احنا الان محصورين دوليا، من الصعب ان احنا يعني كل هذه المحاولات محاولات شعبيه محاولة ان هي تفتح ثقب في هذا الجدار الصلب المرسوم على ليبيا. لكن اعتقد ان الامر ايجابي ولكنه يعني بحاجه الى وقت وبحاجه الى توحيد السلطه التنفيذيه والتشريعيه، وان يكون هناك فعلا معبرات عن السياده الليبيه والسياده الوطنيه الليبيه. اما الان بالوضع القائم اعتقد ان العالم كله يلف الشك والريبه فيما يحدث في ليبيا، لكن اتاكد لك ان البيئه امنه والامور يعني ليست كما يصورها الاعلام الخارجي. طيب اعود معك دكتور مجدي الشبعاني في حديثنا هذا، وبغض النظر على الاشتباكات الأخيرة والتي أسألت الكثير من الحبر، هل ليبيا جاهزة أمنيا للانفتاح على الرحلات الجوية الخارجية بما تمثله من تزايد احتمالات الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب عبر المنافذ الجوية؟ وبرأيك هل هناك خطة أمنية لهذا؟ شوف، هو حتى إذا كان في تهريب مثلا يطلع من مطار معتيقة فهو بيمشي، مثلا مشي مطار اسطنبول، مطار مثلا نقول احنا ابو ظبي او دبي، هناك خطوط الان مفتوحه، وبالتالي يعني اشكاليه التهريب يبدو انها هي منظومات دوليه تشتغل. يعني من الصعب ان نقول الخلل الامني او ضعف الاجهزه الامنيه في ليبيا، ونقول لك يعني ما اعتقدش انه في ضعف، لان الخبرات اللي تدير المطارات راي كانت تدير مطارات دوليه سابقه، يعني هي نفس الخبرات اللي في مطار معتيقة. نتحدث عن مطار معتيقة بالتحديد دكتور مجدي، نتحدث عن كل المطارات. مطار بنينة انا تواجدت فيه يعني عده مرات يعني ونزلت فيه، يعني حقيقه وزاره الداخليه موجوده وتامن في المطار والاجراءات سلسه جدا، ما فيش حاجه يعني نقولوا احنا غريبه. ولكن الجرائم اللي تحكي عليها هذه راي جرائم لا تتم عيانا، ولا حتى وان مارسها بعض الافراد اللي يتستروا مثلا بالاجهزه الامنيه، وزي الهجره غير شرعيه والجريمه المنظمه وجرائم الارهاب، هذه راي تتم بشكل عبر وطني ويستغلوا فيها التكنولوجيا وعلاقات وتدفع لها رشاوي بمبالغ كبيره. طيب هل المطارات الليبيه جاهزه لهذا دكتور مجدي برايك؟ هل هناك خطه وضعت لتفادي هذا؟ يفترض بان تكون يعني الاجهزه الليبيه جاهزه للتعاطي مع هذا الامر. اعتقد ان نشوفه مثلا في مطار مصراته، مطار معتيقة، حتى مطار بنينة اكثر من مره يتم افشال تهريب عمله، يتم افشال تهريب مثلا سبائك ذهب مخالفه للاجراءات القانونيه اللي اشترطها القانون الليبي، اخذ تراخيص وغيرها كما تعلمين. وبالتالي اعتقد ان مثلا كجهاز الامن الداخلي او الجمارك او جهاز المخابرات المتواجدين في المطارات يقومون بدورهم يعني. ولكن زي ما قلت لك هذه التحديات تواجهها كافه الاجهزه الامنيه في كل مطارات العالم. احنا نشوف مطارات العالم فيها اشكاليات كبيره، ولكن صحيح لازلت اؤكد ان الاشكاليه راهي مش في الكوادر الامنيه،
ولا حتى من يدير المطار، ولا الإشكالية في الكوادر الفنية اليوم مصلحة المطارات والطيران المدني. الإشكالية هي رأي إشكالية سياسية، من يقبل الطائرات الليبية، من يقبل حتى المسافرين الليبيين؟ يعني رأونا نحكي على فترة يعني كان المسافر الليبي ينزل في مطار معين، ممنوع عليه ينزل حتى في مطار دولة معينة، ويتعرض حتى للإهانة، وأحيانا يجيبوا حتى في الكلاب وتبدأ تشوف في الحقائب متاعه ويتعرف هو على الحقيبة لدعايات، لكن هذه ستخلد في ذاكرة المواطن الليبي اللي هو ذهب أصلا للعلاج وذهب للدراسة، واضح يعني أسباب سفر المواطن الليبي يعني. فبالتالي أعتقد أن رأوا القرار ده قرار سياسي. مثلا تركيا حينما تتخذ هذا القرار، أو المغرب حينما تتخذ هذا القرار، يعني هو قرار سليم. انظر مثلا إلى تونس، يعني الخطوط لم الطيران لم تقفل، هل تأذى تونس مثلا من 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 الطيران الليبي أو من المسافرين الليبيين؟ مطار قرطاج يعج بالمسافرين الليبيين، يكاد نقسمه يعني مناصفة مع إخواننا في تونس ولا نجد يعني أي ضرر. بالتالي هي رأي المسألة رأي قرار سياسي من تلك الدول ومدى انسجامها مع الحكومات، أعتقد ذلك. والتحديات الموجودة هذه إن ظهرت أو إن كان لها مؤشرات، أعتقد أن السلطات الأمنية الليبية على اختلاف فيها شرقا وغربا وجنوبا وحتى في المنطقة الوسطى قادرة بخبراتها سواء في الأمن الداخلي أو الخبرات القديمة، أعتقد إذا زالت تعمل في المطار وهي من تسير المطارات يعني. طيب أعود معك دكتور عبد الباسط المصراتي، كل هذه الخروقات التي تحدث عنها ضيفنا الدكتور مجدي شبعاني وقال إنها في مختلف المطارات وليست في المطارات الليبية تحديدا، برأيك مع هذا الوضع هل سيتم تطوير العمل الرقابي على المنافذ الحدودية وخاصة منها الجوية لمنع أي هذه الخروقات ولكسب مزيد الخطوط الدولية والأجنبية مع الشركات الأجنبية؟ هي أستاذة زينة زي ما ذكر الدكتور مجدي، الحوادث العرضية تحدث في كل دول العالم المستقرة والأكثر حماية والأكثر أمن، ونرى مستوى ارتفاع مستوى الجريمة لأنها منافذ على الدول المجاورة أو الدول المحيطة بك، فما بالك ليبيا يعني دولة لم تستقر لازالت هشة، يعني نحن لازلنا نبني في هذه المؤسسات سواء كانت تشريعية أو تنفيذية، فما بالك الأمنية أو العسكرية. يعني الحوادث العربية لا تحسب خروقات على ليبيا على الإطلاق، لأن نعرف ليبيا لازالت في المخاض العسير ولم تكن دولة، لم تكن دولة في ظل هذا التشظي وهذه اللي هو بين كل المؤسسات السياسية أو السياسية في البلد، حكومتين وبرلمان ومجلس أعلى للدولة وكذلك جيش في الشرق وجيش في الغرب وإلى غير ذلك، فهذا يساعد على تسليط الضوء على الجريمة المنظمة في ليبيا. ولكن إن كانت الدولة مستقرة، ليبيا نعم هي في المطافي في 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 الدول بالذات من النواحي الأمنية والرقابية في المطارات وكافة المنافذ بالذات البرية، يعني البرية لم تقفل على الإطلاق، حتى في الاحتراب لم تقفل لأن هي شريان ومنفذ على تونس وعلى مصر وكذلك المعبر الأخير الذي افتتح بين ليبيا والجزائر الآن، فهذه كلها تعتبر مؤشرات أمنية. ما فيش إنسان يترك أو يفعل هذه الاتفاقيات البينية بين الدول إلا ما يكون لديه عيون رقابية في البلد الأخرى من نواحي التحسن الأمني، لطالما أن هناك تجارة بينية يعني يستفيد منها دول الجوار فالاقتصاد مع الأمن، لا يتحرك الاقتصاد بدون أمن. أما تهريب العملة وهذه الخروقات الفردية التي لا تحسب عن الأجهزة الأمنية في الدولة، رأينا القرار الأخير لرئيس الحكومة أن لم يكن في هذه المنافذ سنعود على هذا القرار الأمنية التي معترف بها يعني. سنعود على يعني هذا القرار دكتور عبد الباسط، ابقى معنا. أعود معك دكتور خليفة حواس بهذه النقطة التي أثارها دكتور عبد الباسط وهي القرار الذي اتخذه رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برأيك هل يؤثر قرار دبيبة بحصر اختصاصات العمل داخل المنافذ الحدودية البرية والبحرية
البرية والجوية على مرونة حركة الطيران الأجنبي في ظل كل هذه التهديدات التي تحدث عنها ضيوفي والتي تمس كل مطارات العالم؟ لا أعتقد أن هذا الأمر مش مصرف، لكن الإجراءات التي اتخذت لا تضر بالملاحة البرية ولا الجوية ولا البرية. حقيقة هذا أمر يعني الذين يعيشون في ليبيا يعرفون أن هذه الأمور يعني أمور طبيعية وتسير بشكل سلس، وأنها يعني المصادفة يعني الغريب أن رغم حالة الانقسام السياسي ووجود حكومتين وبرلمانين وأشرف سياسية مختلفة ولغات مختلفة يعني سياسية، لكن المنافذ لم تتأثر ولازالت تحافظ على عافيتها. وهذا بالتأكيد يعني أنا قلت لك أن الأمر ليس يتعلق لا يتعلق بالبيئة ولا بقرار تنظيمي، يتعلق يعني بالمجتمع الدولي أو المجتمع الدولي الكبرى التي يعني اتخذت قرارات دولية وهي التي تحضر رعاياها وطائراتها وهي التي تمنعها. كما أشار بذلك أن احنا الآن يعني نكاد نتقاسم المطار قرطاج التونسي، ولكن لا أحد يعني يعني وصم الليبيين بأي صفة بأي وصمة. الليبيون منضبطون مجتمعات في الإطار الدولي، إجراءات في الداخل تشير بشكل سلس، كل الإجراءات التي اتخذت من الحكومة الوطنية وحتى الحكومة الليبية هي من شأنها يعني رفع عقيرة الأمن، تهيئة البيئة، ممارسة العمل النهارية، تفعيل القوانين، حتى تطويرها الإلكترونية. أعتقد أن هذه المسائل يعني تصب في صالح الدولة الليبية، لكن الحظر الجوي والقرارات الدولية والتعاطي السياسي والحكومات التي لا ترضى ببيع في ليبيا، وهناك ما يتعاطى مع الغرب وهناك ما يتعاطى مع الشرق وهناك من يريد أن يمارس دور بين المتخاصمين، أعتقد هذه المسائل التي تؤثر على الملاحة وتؤثر على الطيران وتؤثر على الملاحة. أما الآن السير في ليبيا أعتقد أنه يسير بشكل سلس وطبيعي، وهم ذاتهم الذين كانوا قبل 2011 هم الذين يؤمنون المطارات، وقد يكون لهم زاد بشري آخر، ولكن لم يتعرض المسافر لأي يعني ممارسة تخالف القانون. وأعتقد أن هالة كبيرة التي رسمت على ليبيا يعني وتحذير من الذهاب لها أو السفر من مطاراتها أعتقد هي شيء من الوهم. كل هذا الانقسام رغم ما تركه من أثر سلبية، لأن يعني هذه المنافذ هذه المطارات هذا الليبيين يشاهدون خاصة في قريب قرب حلول شهر رمضان حركة كبيرة من المعتمرين في السعودية، كلها تسير بشكل سلس وبانتظام والشركات تتنافس والمواطن الليبي يعتبر ويعود، وأعتقد الأمر طبيعي. ولكن هناك تهويل إعلامي يعني رغم كل حالة الشر السياسي، لكن هناك تهويل إعلامي يصارح الدول التي تريد هذا الوقت الليبي. دكتور خليفة ابقى معنا لنفتح في الجزء الثاني من الحلقة النقاش حول تصريحات الصديق السور بخصوص بعض القوانين التي قال إنها تفتقر للدراسة. ابقى معنا أيضا دكتور مجدي الشبعاني، ونشكر الدكتور عبد الباسط المستشار الأكاديمي والمحلل السياسي على التدخل معنا. فاصل قصير ثم نعود. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذا المساء. نفتح باب النقاش حول تصريحات النائب العام المستشار الصديق السور الذي تحدث عن القوانين التي صدرت دون دراسة. أرحب من جديد بالدكتور مجدي الشبعاني أستاذ القانون العام، الدكتور خليفة حواس عميد كلية القانون جامعة سرت. أهلا بكم. أعود معك دكتور مجدي. إذن كما كنت أقول، تصريحات النائب العام المستشار الصديق السور الذي قال يعني أن الكثير من القوانين صدرت دون دراسة أو بحث، مثل قانوني مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية وقانون حد السحر والشعوذة، قال أنها قوانين صدرت دون دراسة أو بحث. هذه القوانين ليست بجديدة كما تعلم، لماذا برأيك علق عليها صديق السور الآن، وما مدى الخطورة القانونية لوجود مثل هذه القوانين المشوهة وفق النائب العام؟ طبعا هو في النائب العام المستشار صديق السور هو تحدث عنها في معرض حديثه عن
عن هذا المؤتمر الدولي خلال العلمي المؤتمر العلمي الدولي. الذي يشرف، نعم يشرف عليه مركز دراسات والبحوث الجنائية التابع لمكتب النائب العام بالتعاون مع جامعة مصراتة وكلية القانون بجامعة مصراتة. لنعرف السبب لهذا المؤتمر هو مرور 70 عام الآن على صدور قانون العقوبات الليبي وقانون الإجراءات الجنائية الليبي. هذين القانونين الذين يحكمان يعني نقولوا احنا التجريم والعقاب وبهم تشتغل وزارة الداخلية ومأموري الضبط القضائي والشرطة القضائية وبهم تعمل النيابة وكذلك بهم يحكم القضاء وبهم يتم الإفراج والعفو بعد ذلك والإصلاح والتأهيل. وبالتالي كانت هناك حاجة إلى نظرة تقييمية وتقويمية إذا كانت هذه القوانين تحتاج إلى بعض التعديلات من خلال الورقات 60 أو 65 ورقة التي تقدم في هذا المؤتمر. وأعتقد أن تصريح المستشار على اختيار هذه القوانين الثلاثة لأنها تعتبر قوانين جنائية مشتقة أو خاصة للأصل العام اللي هو قانون العقوبات الليبي، وهناك نصوص عامة موجودة في قانون العقوبات. فإذا كان أردنا أن نقيم قانونا الآن بعد 70 عام فكيف بقوانين جديدة لم يتم نقول إحنا إعدادها في مراكز بحثية كمركز البحوث الجنائية أو الجامعات وكليات الحقوق الليبية والأكاديميات المختصة؟ وأشار يعني بأن مثلا قانون الجريمة الإلكترونية يعني لا يلبي الغرض ولا يمكن العمل به، والآلية التي وضع بها يعني ما يتوائمش مع احنا نقولوا البناء المؤسسي الوظيفي للنيابة العامة ولمكافحة الجريمة في ليبيا. وبالتالي كان الأفضل ان هو يتم العمل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء او النائب العام او هذه المراكز او الجامعات لان يتم اصداره بشكل متسارع. كذلك قانون السحر والشعوذة يعني فيه مصطلحات غير معروفة في القانون الليبي، مثلا حد القتل وغيرها يعني مش معروفة. هذه نعرف ان احنا عقوبة الإعدام الحبس او السجن مدى الحياة، وبالتالي هذا القانون لن يطبقه القاضي. وكما تعلمي ان القضاء في ليبيا يمارس نوع اسمها رقابة الامتناع، قد يستطيع القاضي ان يمتنع عن تطبيق القانون متى وجده يعني مخالفا للأصول الدستورية ومخالفا للقواعد العامة اللي معمول بها والتي أرستها المحكمة العليا الليبية. وبالتالي يعني وكأن المستشار النائب العام يشير في هذه التصريحات إلى أن تسرع السلطة التشريعية ومجلس النواب مع هشاشة الدولة ومع خطورة الظرف الحالي الآن وإصدار بعض القوانين اللي أصلا النيابة العامة تريد العمل بها كقانون مكافحة غسل الأموال، مكافحة الإرهاب، الجريمة الإلكترونية والسحر والشعوذة، يعني كان من المفترض أن يحال إلى مكتب النائب العام لدراسته، والذي بدوره سيحيلها إلى مختصين أو يشكل لها فريق مختص من الجامعات ومركز الدراسات والبحوث الجنائية. يعني مركز الدراسات والبحوث الجنائية يوجد به مجلس علمي من 25 خبير قانوني جنائي ومختلف التخصصات على مستوى الدولة الليبية، وبالتالي بيت خبرة كان على مجلس النواب أن يعتمد عليه في إصدار هذا النوع من القوانين. وبالتالي أعتقد أن إشارة النائب العام هي راو شبيهة بإشارات أخرى. يعني مثلا نرى قانون إعادة إعمار ليبيا الذي صدر، هذا القانون صراحة لا أدري، يعني لا توجد سلطة تشريعية تصدر مثل هذا النوع من القوانين. يعني أن نعطي هذا القانون بالشكل القانوني، لو درسه خبراء لقالوا بأن هذا القانون لا يصلح للتنفيذ، أولا لعدم وجود رقابة على من سيعمل، ثانيا اغتصب صلاحيات مجلس الوزراء في نزع المنفعة أو نزع الملكية للمنفعة العامة، وهذا حتى رئيس مجلس الوزراء اللي هو رئيس الحكومة لا يملك مثل هذا الإجراء، فكأنك تخلق غولا ربما سيأخذ حقوق الناس ولا يوجد من يردعه. يعني حقيقة هذا القانون من المعيب أن يصدر عن سلطة تشريعية، كان من المفترض أن يراجع وأن يدقق وأن يوضع يعني بالتوازي مع المنظومة القانونية الليبية ومع شكل القضاء الليبي وشكل القضاء القانون الإداري الليبي، ويعني يكون يعني ما يكونش قانون شاذ. ولا أدري يعني هالقانون هذا
كيف سيعمل وكيف سينفذ وكيف حيتعامل معه مصر في بي المركزي. طيب دكتور مجدي، أنت أشرت إلى السرعة في إصدار هذه القوانين، حتى أن أبا العام تحدث وقال أنه لا يمكن أن تصدر القوانين بشكل سريع وبكثرة بإغفال قانون التطور الاجتماعي. بهذه النقطة أعود معك دكتور خليفة. دكتور خليفة، بعد إثارة النائب العام الجدل بانتقاده للقوانين التي تحدث عنها، من المرجح أن يتساءل الرأي العام اليوم غير المختص في القانون طبعا، هل من صلاحيات النائب العام فتح مثل هذه الملفات؟ وهل أهل الاختصاص الآن مجبرون على إعادة دراسة هذه القوانين ومناقشتها وربما حتى لإعادة سنها بصيغة جديدة بعد الدراسة؟ وهنا طبعا نقصد مجلس النواب هو المختص بالتشريعات. هو الموضوع ربما يعني هذا بعد اعلامي، لكن اعتقد ان ملاحظة المستشار النائب العام في محله، لان فعلا هناك قوانين الان تصدر في ليبيا انا شخصيا لا اعرف كيف صدرت. كما هو معلوم ان القانون يا اما يكون مشروع قانون يا اما اقتراح بقانون. في ظل هذا الانقسام السياسي ان كل ما يتعلق بالحياه المدنيه يبتر قوانين تصدر بناء على عرض التنفيذي، هذا لا يحدث. القوانين الان التي تصدر خاصه في الاونه الاخيره حقيقه يعني تصدر بكثره، وانا شخصيا ليس عندي قدره على متابعتها، اضافه الى انها تفتقد في بعض جوانبها للجانب التقني الفني. يعني احنا الان بندرس علم الصياغه للامامه في كليه القانون، واعتقد ان القانون ينبغي يكون محكم، واي ينبغي يحمل اكثر من محتوى اكثر من معنى. كل هذه القوانين يعني تكاد تصدر بلغه انشائيه. زد الى ذلك هذا الانقسام السياسي، وان البرلمان اصبح يعمل بنفسه ويشرع بنفسه ويقدم المقترحات بنفسه. عندنا لديه يعني لجنه تشريعيه فقط من الناحيه الفنيه هي التي تمر عليها القوانين، لكن اعتقد ان هناك يجب ان يكون يعني مساله اشراك المراكز المتخصصه، سواء كانت الجنائيه التي اشار اليها زميلي، سواء كانت تتعلق بالحقوق او تتعلق بالنواحي الشرعيه او تتعلق بالنواحي الاقتصاديه، هذا امر مثالي. لكن ان ينفرد تنفرد الصوره التشريعيه، خاصه ان هناك قوانين تفترض ان يكون هناك نسبه موصوفه، مثلا قوانين اساسيه أو قوانين عامة. أعتقد أن كل هذه المسائل يعني غير واضحة بالنسبة لنا احنا كقانونيين، وأعتقد حتى المحاضر ينبغي أن يكون موجودة، لأن هي من الأعمال التمهيدية للقوانين لمعرفة مقصد المشرع. كل هذه المسائل أنا شخصيا لم أستطيع أن أتابع حقيقة سير التشريعات. كل مرة يقولوا في التشريع صدر والله ما بقي. طيب دكتور خليفة، في هذه الوضعية أليس من المفترض على أهل الاختصاص، دكتور خليفة في هذه الوضعية أليس من المفترض على أهل الاختصاص التحرك حتى لا تتراكم القوانين التي لا يمكن للقضاة تطبيقها، كما ذكر أيضا الدكتور مجدي الشبعاني منذ قليل؟ طبعا هو لعلك في المدة الأخيرة تم اعتصام أعضاء التدريس، وسمعنا على تعديلات قوانين تعديل قانون الجامعات أكثر من مرة، وهناك قوانين صدرت لم يتقبلها حكومة الوحدة الوطنية، وحيلت الحكومة الليبية، والحكومة الليبية يعتبر بها البرلمان، والحكومة الوطنية لا يعتبر بها البرلمان، ولا يحولها تشريعات، أصبح حتى القوانين غير ملزمة في بعض الجوانب. أعتقد هذا السير بالتشريعات الذي تمثل أحيانا مصالح أشخاص بعينهم تفتقد للتجرد والموضوعية اللي احنا درسناه فيه في سنة أولى في القانون، علم القانون سنة أولى، أن يكون هناك تجرد وموضوعية وأن نخاطب الأشخاص بصفاتهم وليس بذواتهم. أعتقد أن يعني احنا فعلا ملاحظات النائب العام ليست انتقاد للبرلمان، احنا فقط نريد البرلمان ان يصدر قوانين محكمه، ان تكون ذات صياغه فنيه عاليه، جوده عاليه، ان لا يصدر قوانين يعني سبق معالجتها. يعني ما شفنا قانون مقاطعه الكيان الصهيوني وموجود من الستينات، قام البرلمان باصدار قانون اخر، ماذا اضاف؟ اذا كان الاحكام التي صدرت بقانون ما تم يعني تمت معالجه الموضوعات فيها، لماذا نعيد اصدار قوانين؟ لا ينبغي تكون هناك لعبه القوانين حتى المرافق العامه، نحن ندعو ان يكون هناك انشائها بقوانين، لان القوانين يتم فيها التاني ويتم فيها الدراسه. اما انت مثلا الجامعات
الجامعات الان متناثره في ليبيا، المرافق العامه متناثره في ليبيا بسهل بسهوله انشاء هذه القرارات وليس القوانين، لكن يبدو حتى القوانين اصبحت يسيره، وان كان في جلسه ما اصدار قانون احنا ندعو لدراسه التشريعات وعرضها على مراكز الدراسات التخصصيه وليس على البحث الهوي. طيب. البحث الهوي مهمتها مساعد الشعب الليبي لانتقال الديمقراطيه انتخابات، اما هذا الشان الداخلي ينبغي ان تفعل المراكز المتخصصه ذوي الخبره المختصين يتم استجابه الراي العام حتى يصدر البرلمان قوانين محكمه وغير مكرره ومفيده. طيب اعود معك دكتور ماجدي، يقول ضيفي دكتور خليفه حواس ان اليوم اشاره النائب العام للقوانين التي تفتقر الى دراسه ليست انتقاد للبرلمان، برايك هل تعتقد بعد تحدث النائب العام في التشريعات والقوانين بشكل علني سيكون لمجلس النواب رد فعل حول تصريحات الصور ام سيلتزمون الصمت؟ وبرايك في هذه الحاله هل بامكان الصديق الصور توجيه طلب رسمي بتغيير هذه القوانين؟ وانت ذكرت حتى منذ قليل انه كان يجد أن يتدخل النائب العام وتكون هناك مراسلات لأهالي الاختصاص حتى يتم دراسة القوانين قبل سنة. أستاذة زينب شوفي راول من سيطبق هذه القوانين؟ يعني بصراحة الإسهال في هذه القوانين ومخالفة حتى آلية إصدار القوانين في حد ذاتها اللي ينص عليها في الاتفاق السياسي يصبح للقانون غير أي قيمة. في تشريعات صدرت من مجلس النواب وعدلت والغيت بعضها ولم تطبق، يعني لم يتم تطبيقها، فهذا اعتقد ان القيمه الحقيقيه للقاعده القانونيه التي ندرسها للطلبه وهي قاعده عامه مجرده وانها تحقق اهداف معينه، يعني بعض المشاريع القانونيه راي تقعد حتى 12 سنه 13 سنه، قانون القصاص والديه بقي سنوات عرض كمشروع في عهد الملك رحمه الله ثم رجع في 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 بان نظام القذافي ثم صدر في مؤتمر الشعب العام وكان بين مؤيد ومعارض، يعني لانك تدخل نظام قانوني اخر على نظام العقوبات يعني. وبالتالي الاشخاص الفنيين الذين سيعملون على تطبيق هذا القانون هم من لهم الحق في الاعتراض او لهم الحق في توجيه مثل هذا النوع، اعتقد كلمه السيد النائب العام هي كجهه فنيه ستعمل على تطبيق القانون، يعني بالله عليك قانون السحر والشعوذه بهذه النصوص وبهذا السي كيف سيعمل به النائب العام؟ لن يجد وكيلا للنيابه يفهم هذه النصوص ولن يجد مركزا للخبره القضائيه يستطيع التعاطي مع هذه الاليات. مثلا قانون الجريمه الالكترونيه حينما يكون مامور الضبط القضائي هي الهيئه العامه للمعلومات، كيف سيتعاطى معها النيابه العامه في التحقيق وفتح الاستدلالات والتحقيق مع الجناه وحجز ومحبس وغيره؟ يعني هذا الامر يجب ان يكون تحت وزاره الداخليه عند مأموري الضبط القضائي، شرطه الكترونيه، قسم جهاز مباحث جنائيه وغير ذلك، يعني الدليل الجنائي الالكتروني موجود. وبالتالي اعتقد ان هذه القوانين مشوهه. كذلك هناك يعني بدعه اخرى، مثلا في عهد السيد فايز السراج في حكومه الوفاق هو يعني اصدر قانون، يعني اول مره نسمع ان السلطه التنفيذيه تصدر قانون وهو قانون مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب، لا تعمل به النيابه ولا تعترف به المحاكم، ولكن المصرفي المركزي يعمل به ويلزم المصارف به ويتم إحالة المعلومات وشبه غسل الأموال من غرفة المعلومات المالية للبلاغات الدولية ولا حتى السلطات المحلية من خلال هذا القانون الذي صدر ونشر من السيد فايز السراج، نشر من وزارة العدل في الجريدة الرسمية. وبالتالي أعتقد أن الظرف السياسي الحالي أثقل بظلاله على المنظومة القانونية، رغم أننا نحن بصراحة الاتفاق السياسي الليبي جاء ليعالج هذا الخلل، ليضبط التوازن ما بين الأطراف، لأننا حينما انقسم المؤتمر الوطني ومجلس النواب وانتهت ولايتهم اثنين داروا اتفاق سياسي برعاية أممية، يعني رعوا بأن مجلس النواب يجب ألا يكون كامل الصلاحيات في إصدار القوانين حتى لا يتغول. طيب. يعني شوفي تو مجلس النواب يصدر منفردا، شوفي ينقل الجريدة الرسمية، ينقل هيئة الحج اللي هو جسم تنفيذي، يطغى على النظام القضائي ويعدل فيه ويستحدث حتى دائرة دستورية في حال قامت المحكمة العليا في الدائرة الدستورية بإصدار قوانين بعدم الدستورية. وبالتالي الاتفاق السياسي شندار
دار آلية معينة، أكمل هذه الفكرة من فضلك. تفضل. دار آلية معينة على أن هذا الطرف اللي هو مجلس النواب لا يصدر أي قانون إلا بعد أن يتم استشارة من المجلس الأعلى للدولة وهو الطرف الآخر، يعني هل هذا القانون حيأثر في الحياة المواطن؟ هل حينعكس على العملية السياسية ويغلب طرف دون طرف؟ ومن يعد مشاريع القوانين وفق الاتفاق؟ هي الحكومة، ولا يجوز الحكومة أن تعد أي مشاريع إلا ما يتعلق باحتكاكها بالمواطن والمسائل الاقتصادية وكذلك الجهات الرقابية المخولة تحيل المجلس على الدولة الذي بدوره يحيل المجلس النواب. أما بالكيفية الحالية التي نراها الآن هو هناك طرف سياسي متغول ويمارس وصلت الفكرة دكتور اللي هي سلطة التشريع وحقيقة يعبث بالخارطة اللي هي موجودة الآن. طيب دكتور خليفة أعود معك، القوانين التي تحدث عنها الصور التي تفتقر للدراسة هي قانوني مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية وقانون حد السحر والشعوذة. هناك من انتقد تعليقات الصديق السور واعتبر أن العديد من القوانين في ليبيا تفتقر للدراسة وحتى إلى المنطق، وحتى الدكتور مجدي الشبعاني منذ قليل وهو يعدد هذه القوانين وذكر من بينها قانون الأعمار. برأيك لماذا هذه القوانين بالذات التي تعتبر أقل أهمية من القوانين التي ذكرت على لسان النائب العام حسب البعض، لماذا تعليق النائب العام كان بخصوص هذين القانونين؟ أما هذه القوانين لأن أقرب له في التنفيذ حيث الاختصاص النائب العام، يعني هو يعني تخرج قانون الجرائم الاقتصادية والسحر و يعني هذه القوانين قوانين ذات طبيعة جنية، يفترض أن لا يصدر السلطة التشريعية أي قانون إلا بعد استنتاج رأي الجهة ذات العلاقة، يعني لا يقول أن مثلا يصدر قانون للزكاة ولا يأخذ رأي الهيئة العامة للزكاة أو الأوقاف أو الحج. بصراحة هناك تداخل، يعني الآن حتى الهيئة العامة للحج إذا طابع تنفيذي تتبع السلطة التنفيذية لا يعقل أن يكون يصدر بها قانون وتكون تتبع السلطة التشريعية، ينبغي أن يكون هناك فصل بين السلطات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. حتى الترويكة العاملة الدولية اللي تم الإشارة لها للاتفاق السياسي هو نوع من إقحام طيفين سياسيين في المعركة التشريعية أدت إلى يعني الأخير إلى يعني واضح دكتور خليفة افتراض السلطة التشريعية بالتشريعات. احنا الآن نعاني من كل التشريعات، الملاحظات التي أشارها النائب العام فعلا هي وجيهة وسليمة، لأن فعلا هناك أنا قرأت القانون قرأت القوانين وفعلا هناك كثير من الهينات مكتوبة بلغة اجتماعية وفيها كثير من التناقض. واضح، شكرا جزيلا لك عميد كلية القانون جامعة سرت دكتور خليفة حواس، شكر أيضا للدكتور مجدي الشبعاني أستاذ القانون العام، وشكرا لكم متابعينا. بعد قليل يأتيكم الزميل عبد الحكيم بن عثمان في نسخة للرأي العام.